بما أن هذه القصيدة ألقيت داخل المأتم، فالكتابة للعزاء داخل المأتم تكون لها خصوصية أكثر، يعني يتم التركيز فيها على الكلمات بشكل أكبر، لأن المعزي في حالة وقوف ومهيئ للاستماع بشكل أكبر. فحاولت فيها أن أطرح موضوع نقد لذات الإنسان الشيعي الملتزم بنهج خط أهل البيت عليهم السلام وبنهج الإمام الحسين. مثل ما نعرف أن ثورة الإمام الحسين لها بعد عاطفي ولها بعد علمي ولها بعد عملي، فربما يعني أنا شعرت أنه صار التركيز في فترة من الفترات على البعد العاطفي والحب، وصار التركيز حتى نعم الشباب عندهم استماع جيد إلى المحاضرات، وكونت هذه المحاضرات من المأتم ومن الموكب، حتى القصائد التي تطرح في الموكب كونت لديهم حصيلة علمية جيدة حول عاشوراء والإمام الحسين وأهل البيت عليهم السلام. هذه القصيدة تحاول تدعيم الجانب المعرفي عند الإنسان بالجانب العملي، فلذلك بدأت في بدايتها أقول علم بلا عمل، عشق بلا أمل، إذا ما أعطي الزرع ما يتفاني ذبل، وإذا ما أسعى بصدق لك قلبي لا ما وصل. فالحب والمعرفة يحتاجان إلى خطوات عملية من العاشق والمحب حتى تكتب. إذا ما أعطي الزرع ما يتفاني ذبل، وإذا ما أسعى بصدق يا ربي لا ما وصل. شلون أقول أحبك ما مش أحساسي قربك، شلون أوصل لكنك خطوتي جاء في دربك. يا حسين أنا عبد ما عندي شيء بس دمعتي، عندي علم بلا عمل فعلي يخالف فكرتي، عشاقك ما أتبعك عندي ناقص محبتي، قد عصيتك في الخفا وتعالي أباهي بنصرتي. يا حسين يا حسين أنا عبد ما عندي شيء بس دمعتي، عندي علم بلا عمل فعلي يخالف فكرتي، أعشقك ما أتبعك عندي نقص بمحبتي، شقد عصيتك بالخفا تالي أباهي بنصرتي. يعني هذه فيها إشارة طبعا نقد إلى 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 الذات يمكن بشكل قاسي شوي، إن فيها إشارة إلى إن البعض يرفع الإمام الحسين كشعارات غير مدعمة بالأفعال وغير مدعمة بالسير على نهج الإمام الحسين. فهذه الإشارة طبعا كانت، أنا أذكر يعني في الموكب كانت مؤثرة على بعض المعزين، يعني في حياتي معصياتي ما توصلني إليك، ناقش اسمك على جبيني وفي خفائي أخذلك.
بعد هذا النقد نقد الذات انتقلت بعدين إلى طلب من الإمام الحسين أنه يعرفني أكثر بثورته وبأبعادها، وطلبت منه أنه يوجهني التوجيه الصحيح. أنا لو عصيتك نادم والله جيتك، تاخذ بيدي ريتك يا حسين وأعتذر، إلهم قلبي نصرك وازرع بي فكرك واغسلني في نهرك، أنا محتاج الطهر لسمائك، خذني الأقدس أفق سيدي لصفائك ودمائك، خلني أفهمها بعمق وارتفع لإبائك. إلى آخر القصيدة أختمها بمعاهدة للإمام الحسين بالمشي على خطاه وترك الذنوب والمعاصي، وأهديه كل ما لدي من روح وجسم ولحم واسم وما إلى ذلك، كله يكون قصيدة ذكريات والدي. يعني كانت اسمها فيها يعني موضوعها ذكريات والدي. طبعا هذا القصيدة 1441 هجرية، يعني 2019 ليلة رابع في مأتم السنابس الجديد بصوت الحاج صالح الدرازي. من قبل زرت اويب عين الدم وبخاطري لو احضنه من قبل يومين، انا مريت ابويا بمدفنه زرت اويب عين الدم وبخاطري لا أحضن. ومن قرأت الفاتحة دام كلمة عندي مدونة، صرت مسيح شاهدة واحجي ويا روح المؤمنة. الولد زار القسم لا يمكن اتغير. طبعا ذكرت سابقا ان كثير من قصائد اكتبها بالواقع اللي اعيشه، يعني واضيف عليها بعض الخيال الاقرب للواقع او بعض الصور او بعض الملح يعني على الواقع اللي عشته، على اساس تطلع القصيده بشكل اجمل ما يكون يعني في نظري. فطبعا انا فعلا يعني
الكلام اللي تكلمته في القصيدة أن أنا فعلا قبل يومين زرت الوالد رحمة الله عليه الحاج يوسف التتان أبو نادر، وكان خادم من خدام الحسين، وفعلا زرته وحطيت العلم عند قبره، وهذا قبل لا أكتب القصيدة يعني. فلما كتبتها أنا صورت الحالة اللي سويتها أنا بالضبط، يعني ما سويت الحالة على أساس أكتبها، لكن لأني قمت بهالفعل يعني، فأنا جسدته في المقطع. طبعا الوالد كان من خدام الحسين ومن المواظبين على الحضور في المأتم، مو كمستمع فقط وإنما كإداري في سنوات، وك مشارك يعني في سواء في المطبخ أو في الإدارة أو في العزاء الموكب أو في القراءة، كان الوالد يعني عنده ارتباط كبير بالمأتم يعني. فأنا أذكر يعني وين كان يقعد في أي زاوية، أذكر الثوب اللي كان يلبسها، أذكر وضعه بالضبط في محرم يعني، أذكر حركته في أيام العشرة. فأنا تكلمت بهذا الشعور في المقطع، وكنت على ثقة تامة أن الكثير من المعزين والكثير من الحاضرين أن والكثير من اللي بيستمعونها أيضا أن عندهم نفس الشعور اللي فاقد الوالد واليتيم، يعني عنده هذا نفس الشعور بالضبط، لأن معظم إن لم يكن كلهم يعني آبائنا خدام الحسين يعني. فأنت لابد تجمعك بخدمة الحسين ذكريات للوالد، مواقف ما راح تنساها وراح تتذكرها أكثر في فقده يعني. فهذا اللي صار وياي يعني، والوالد رحمة الله عليه خادم من خدام الحسين وعلمنا خدمة الحسين وهدانا إلى هذا الطريق، وكان يحثنا على خدمة الحسين، وكان يفتخر بك شاعر يعني، وكان يفتخر بالقصائد إذا يسمعها، وإذا أحد يكلم عن قصيدة أو إذا أحد يكلم عن ديواني، لأنه توفى عقب صدور ديواني ذكرياتي 4 سنوات تقريبا. فهذا الفخر اللي كان يعيشه أبوي أنا أعيش الفخر بفخر الوالد يعني. فالمقطع كان مقطع حي جدا يعني، وواقعي لأبعد درجة. طبعا سألني أحد الأشخاص قبل أيام عن هذه القصيدة في حساب الإنستغرام، وقال أنا كنت أظن أن أنت كاتبنها بإحساس صالح الدرازي، لأنه فاقد أبوه وكان صالح يتكلم عن نفسه. فأنا جاوبت بأن فعلا إحنا اثنين نعيش نفس الحالة، ومثل ما ذكرت أنا يعني هذه القصيدة يقدر يعيش إحساسها أكثر. طبعا الكل يقدر يعيش إحساسها، بس يعيش إحساسها أكثر الفاقد والد يعني. فصالح الدرازي كان فاقد بعد أبوه ومداوم على زيارة أبوه، ونفس الشعور أنا أعيشه وأنا خادم الحسين وهو خادم الحسين. وهذه القصيدة أيضا يعني تتكلم عن الآباء بشكل عام، إحنا آباءنا علمونا خدمة الحسين، علمونا الارتباط بخدمة الحسين، علمونا الحضور إلى المآتم. فكان عندي ثقة أن بتقدير شاعر أن هاي القصيدة لما يتم إلقائها في الموكب في المأتم راح تلاقي تفاعل، لأن هذا الولاء وهذا الإحساس والارتباط بالحسين لما تتكلم عنه وانت قاعد تأديه يعني لابد انك تعيش الشعور بشكل افضل يعني وبشكل اكبر.